من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على اي اف ام احلى غدوة. يا فيما على راديو اهلا وسهلا ويا مرحبا، نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يوصل لكم صوتي يا فيما نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الثاني من برنامج الدوامه بلس، حلقه الجمعه 24 نوفمبر 2023. نرجع على اهم وابرز مسار في تونس والعالم العربي والعالم، نحكيه على صفقه تبادل الأسرة تدخل حيز التنفيذ بين المقاومه في فلسطين و الجيش الإسرائيلي، نحكيه في تونس التطورات والوضعية الصحية للأستاذ عبير موسي من داخل سجن منوبة، الرئيس الأسبق محمد منصف المرزوقي توضيح للرأي العام بخصوص منعه من دخول المغرب، يقول لها ما فماش منع أنا قررت التأجيل، والشيخ راجل الغنوشي يواصل صيامه لليوم 49 على التوالي يعني منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى. نحكيه كرة، تصريحات المدرب السابق للنادي الإفريقي عبد الحق بن شيخ ومباراة غدوة الترجي والنجم مع الانتظارات، هذا الكل مع الفريق اللي باش نتعرفوا عليه توت سويت. البداية بالصديقة والزميلة الصحفية إيمان جلاسي. إيمان مرحبا. مساء الورد، أهلا وسهلا محمد، تحية لكل من يسمع فينا. أنا فرحانة برشا اليوم. سبب فما سبب مو ماكش تحس في الطاقه الانثويه والجمال في الاستوديو كله؟ ايوه حضور حضور نسائي. ايوه حضور نسائي منور. ثريا العمري مرحبا. اهلا وسهلا محمد، على السلامه الناس الكل. حتى انا فرحانه برشا بوجودك، نسمعك نتفرج فيك والعكس، وبالعكس اليوم الزوز مع بعضنا ويلزمنا في الاتحاد قوه. ايوه والنساء النساء 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 الله يعيش النساء. والله يعين خونا ماجد البرهولي. حثورة يا ميسي. ليه أنا اليوم حسيت بحساسة محمد وقتي نقابل العربي سنيجرية. أيوة. نفس الشعور معناه بنفس المشاعر والمحبة، فهمتني؟ فقدت حساسية. تحياتنا لخونا العربي. إحساس الوحوش. إحساس الوحوش. تتقلب عليهم الدنيا ولا كانوا في البلبيدة. سنة أي سنة سعيد جدا وإني جيت معناه من الاثنين للجمعة. أيوة. لباس محمد الخميسي. الحمد لله. مسار حتى شيء فهمتني كذا، أمورنا واضحة. الحمد لله. لأنه في حضوري متأكد وإنه حتى حد ما يجرب شن قلب عليه. أيوة ربي يخليك. ممتاز إيمان البرهوم. الحاجة الثانية الحمد لله معناها سعيد وإن يكون ديما نهار الجمعة معناها معكم أنا والشيخ العربي الباجي. أيوة. معناها ديما نجيبوا لكم نفحات إيمانية وديما معناها. أنت تجيب لنا نفحات نفوس خيرة. نفوس خيرة إحنا. أي لا نفوس خيرة. نهار الجمعة هي نجيبوا لكم. واحد يخرجنا من الإسلام وواحد يرجعنا للإسلام. أنا معاه في. ندخلكم الإسلام أنا. ونزيد نقوي لكم إيمانكم بحول الله. خارق لا بديت تلميحاتك إيمانكم و نفحات إيمانية. أيوة فقط حبيت نقول سي ماجد البرهومي راهو حبل الكذب مهما يطول قصير. وهذه رسالة منك ومن خلالك هم اليوم الزوز في حضورهم تبديش واحدة هالكرام خير العاطفي خاصة الأستاذ ورئيس التحرير السابق حسنين. سي حسن مرحبا. سيدي مرحبا بسيدي محمد وبالسادة المستمعين والمستمعات، وربي أنعمتها في جد. اللهم أمين. وإن شاء الله يا ربي يعطينا المطر. وعلى ذكر هذا أنا عملت التقرير صحفي خارق العادة يعني شفوي نلقي على ما سامعك من بعد. ولكن سمعت من منذ الآن يعني ما سيخونا مجد البرهومي يحكي على الانقلاب. أيوة. وأخي في ناس مسكونين بحكاية الانقلاب. صحيح. طب ربي يا مجد شكون يعني تتصور يخامل الانقلاب على محمد خماسي في الحصة دي؟ شكون تلمح؟ شنية اللغة دي؟ أنا في غيابي مرة في غيابي. أيوة. صار علي انقلاب. بالضبط. شكون صار علي؟ ما في غيابكم الزوز. يوما ما. يوما ما. في غيابكم الزوز وقت. نسمع فيه نسمع فيه عبر موجات الاثير. ترتيبات داخلية فرد بالدستور. فرد بالماء. ترتيبات داخلية بالدستور وفيها يعني معناها شرعية مرضية والأمور مريك. خارق العادة. تحب تعولها إلى انقلاب شنية الانقلاب؟ حاضرين نحن الانقلابات حزين. لا مش حاضرين ما نحبوش الانقلابات. ربي بعد علينا الانقلابات. من بعد شوية مع السيد ماجد البرهومي الحديث. وماجد اليوم رغم الابتسامة هذه والنفحات الإيمانية اللي يجيبها لنا إلا أنه غاضب جدا، شنو هو السبب؟ والله يا ربي يهديك ذكرتني محمد، خلنا نشوفوا ساعة آية بالغايب وبعد يعمل الله باهي ومن بعد باش نشوفوا ثريا ويمين زادة وإن شاء الله ربي عادي هالسويعة ونص سي ماجد على خير. أحوال الكيس توت سويت مع آية بالغايب وراجعين. من 5 ل 7 متاع العشية
الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدو. يا فيما على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا. بداية الرحلة في حلقة الجمعة 24 نوفمبر 2023. ماجد البرهومي اليوم مخير ولست مسير، عندك تنجم تختار ترند بسوش كون تحب تسمعوا اليوم. والله نعمل قرعة. لا لا اليوم انت تختار ترند بسوش كون. يا بابا ما السؤال الساعة متوحشين خونا خالد علي لوتشيانو تويتي خوي ربي اليوم أول حصة نحضرها من القش خالد تويتي. تحب تعرف وين خالد ولا بعثناه يتمم في صفقة تبادل الأسر. هاي البرشل مش عطيهم يحيى السنوار ضربة واحدة. ما تستغربش حكم اللي يعرفوهم ديجا عندهم عليه فكرة. أيوة بيه تراند أعطيني تراند. تراند شكون تحب؟ والله خيار صعب محمد، حطيتني في مستنس كل واحدة محرش. كل نهار تقول يتخبط بكل. اوكي تفضل. او قلت لك انت بحكم اللي انا معنيها في اللوف سمعتك تحكي على التراند مع ايمان، دونك ايمان هي اللي باش تعمل التراند هذا المتفق عليه. هذا هذا يسعدك ولا لا؟ امور مريقه سايب ويجي انا اوفس يسعد. انا اول اوفي سامعك تحكي ما فهمت في مانيش عارف. اي قبيله كان يحكي باش تعمل. باش نقول لك انا من بيعش ثريا. أنا أيوة. عندي اقتراح. وقت التراند أنا وثوريا باش نعملوا التراند وماجد باش يخرج. ينبدل اللحية بلحية. أيوة من ايوه عند ايمان تحب تسمع التراند. نسمع التراند كل تراند. ولا حاضر ولا حاضر ما تسمعوش. محمد الخميسي قال لي ايمان باش تعمل التراند. انا قاتل. هيا سي ماجد البرهومي البداية نبدا معك. ماجد غاضب جدا والسبب هو الميكرو تروتوار. شوف محمد الميكرو تروتوار ماشي على قدام ومواصل يعني في بالنا كي يحكينا عليه قبل ولفتنا نظر وانه لابد منه يوقف تشويه صورة تونس في الخارج ونحكي تحديدا على قناة الواقع التونسي. ما فهمتني اللي قاعدة تبث في اشياء معناها ايش نقول لك يندى لها الجبين معناها تجيب تختار في نفس الاشخاص وريناهم في بعض الصور معناها نفس الشخص بيدو يبدل اللوك ويعاود يخرج. أيوة. وظاهر تلقين متاع كلام معين مش يظهروا التونسي فارغ، تونسي تافه ما يعرف حد شيء من الدنيا، تونسي من سقط المتاع وهذه الغايه في نهايه المطاف. احنا قلنا ربما يلوجوا على البوز وغيره كذا، لكن ولا مؤخرا يعملوا في حكايات من نوع وانه يستهتوا في المراه التونسيه. ما نحبش نقولش قاعدين نحكيوا عليها بالتفصيل لانه ما يتقالش في الاذاعه. لا ما نجمش يتهموها مس من صوره المراه التونسيه. أعطينا القنوات وأعطينا الجهات. أنا أعطيت قناة الواقع التونسي. الواقع التونسي. المرأة التونسية يتهموا فيها اللي هي معناها أصبحت سلعة للعرب وغيره وما نعرفش أنا كذا. مش هما. إيه نحكي لك وفي نهاية المطاف جايبين بعض الفتيات اللي يحكيوا إنه الرجل التونسي مش راجل وما نعرفش كذا وهم يحبذوا رجل من جنسية معينة فهمتني كذا ثم بشي غطيه ويجبدوا معها جنسية أخرى. فالجهات الممولة ولات معروفة فهمتني، ثم جهة معينة تستهدف في تشويه تونس وتشويه المرأة التونسية وتشويه الرجل التونسي والمجتمع. هوني على السلطات تحرك ماجد لازم. أنا هاني باش نجيك السلطات لازم تتحرك، النيابة العمومية لازم تتحرك في الإطار هذا والأمن خصوصا قدام وزارة الداخلية الشيء هذا قاعد يصير تسويري. وقيل وأنه برشا مرات ثم مواطنين حاولوا يدخلوا باش يستهدفوهم والداخلية حمايتهم وحمايت معناها تجهيزاتهم اللي قاعدة غادي. نحب نلفت نظر الواحد نقابة الصحفيين لأنه هذوما مهمش صحفيين وما عندهمش علاقة بالمهنية وبالصحافة. وزاد يقول لك مانيش نتعامل مع قناة رسمية مشان على يوتيوب نجم نهبط فيها اللي نحب. يقول لك الهايكا ما نعرفش إذا عندها السلطة عليهم ولا لا. فأعتقد وأنه حان الوقت لفتح هذا الملف ومزيد السكوت عنه راو قاعد يعملنا يشوهنا في صورتنا في الخارج. وراو أشوف كنت راه معناها نسب المشاهدة والتعليقات في العالم العربي وغيره وكذا معناها شيء يندله الجبين. أحيانا تولي تحشم لي أنت تونسي كي معناها تتصور وأنه الآخر يعتقد أنه تونسي بهذه الكيفية. واضح حسنين هوني في الحالة ذي ماجد يقول لك لابد من رقابة ولا لابد من وضع حدود لهذا العمل. هوني فما مس مثلا من حرية التعبير ولا مس من حرية الإعلام ولا مع العلم ما هوش في خانة الإعلام اللي نشوف فيه ولا طريقة التصوير ولا الأسئلة ولا الحوار لا علاقة لا بالصحافة لا بالإعلام. والله هذا موضوع شائك يا سيدي محمد. إذا كان نحب نقربوه من زاوية صحفية أيوة. أو إعلامية
انا مع حريه الاعلام وما حريه التعبير وما حريه الصحافه وما حريه ما شئت، وخصوصا يعني ما نفهم يعني شيء جديد اسمه المواطن الصحفي بالضبط. وثم يعني فما شيء اجد منه واخطر منه هو يعني هذه ثوره المعلومات، ما عادش نجم تسيطر الواحد. ولذا يعني انا وبصور تونس انا بالنسبه لي ماهيش بالهشاشه هذه واللي بالتفاهه هذه انه زعزعها يعني معنا فرخه واللي فرخ يعني ما نتكلم عليها هذا بصدق، لكن عنده وقع لا متكرر يعني. انا بالنسبه لي اللي يثبتوا في السلعه هذه يعني كذا، اما لكن انا نعرف يعني شكون كان يسوي شوه حقيقة في المرأة التونسية ويعني في تحقيقات مكتوبة وكذا كذا ومنشورة في جرائد واحد واتهموا تونس ساعتها كان فما سيدي عبد الله قش ويدخلوا الغادي ويقول لك اني نسوين تونس كلها بغايا وشيء من هذا القبيل وشيء من هذا القبيل. هذو مش كون صحفيين زي تنعرف علي ما نحبش نقول لك جهات سياسية تيجي السياسية يزين يا أخي يزين يعني اما سياسيين كانوا يسووا في تونس سياسيين يعني تخيل مال شنو كي يقولوا راهو الدوله التونسيه دوله بورقيبه ودوله التغريب ودوله يعني مسلوخ على هويتها العربيه، هذا يقدموه يعني للجهات المانحه اللي واللي دعمتهم باش وصلوا للسلطه في تونس، ما كانش هما كانوا يشكون من الوضع التونسي، يشكو يقول لك هاو انحلال وعلي وموعه وسقوطيه والشخص التونسي ساقط سقوط لا مثيل له، كي يجونا هم ورونا خلونا نترحموا على ما كنا فيه من سقوط، رجعونا الاسلام هما جابوا الاسلام يا ودي رجعونا، قلت لك خلونا نترحموا على ما كنا فيه من سقوط، خلونا نترحموا على اعلام العار واضح شعب علي هما جابوا لنا اعلام الدعاره، شيء اللي وقع في تونس راويون شيء كبير يعني، هذا اللي يقول فيه خويا ماجد هو جزء منه يعني، هي قضيه جلوب انا ما البلاد هذه لبس عليها ومستحيل لا تمس لا نساها لا رجال، وثم اللي يلحق العار بذات نفسه هي بنفسه. برافو عليك حسنين واضح شكرا لك. خلينا في لب الموضوع خليني محمد يكون دقيق باختصار شديد دقيق، ثم جهه اجنبيه وراء العالم وثم دوله شقيقه ما غير ما نزيدوا نحكي وندخل في التفاصيل واضح معناه ماهوش عمل بسيط في الشارع خطيره وبرهن عليها ثم امور قال على النيابة العمومية انها تتحدث لا لانه احد المتدخلين خلنا نحكي عليك ان تبلغ احد المتدخلين في الحصة هذه اللي استهدف المرأة التونسية تمت استضافته انت رجل قانون تمت استضافته في قناة من الدولة الشقيقة هذه واحتفي به فرحوا به انت رجل قانون تجب تعمل لائحة او عريضة يا اخي موقوف علاش ما تعملش بهذا يعني قاعد نفكر باش نشوف ما مجموعة من المحامين ونبارك الله في الشيء رسمي هي فكر في هذا نفكر في هذا رسميا برافو عليك نحن معاك ماجد شكرا لك ماجد ايما نتخليوش على ابن زيد سي حسن خونا ماجد نحبوا ندعموا له قوله ندفعوا به للامان برافو عليك باهي خلينا نتعداو الجانب اخر من الحياه وهو الفيل باش نستفيلوا شنو نقولوا عندك حاجات تستبخت بهم سي حسن في نهارك تستبخت بحاجه نستبخت باش انا استبخت بالجمعه ايوه ونستبخت برقم 5 خارق وخمسة خمسة هذه خمسة فاطمة والخمسة أيضا يعني مرتبطة بأركان الإسلام العظيم جميل وأشياء من هذا القبيل ممتاز عندي أموري السحرية وشعوذية ولا برافو عليك إيمان تستبخت بحاجة رقم 7 ورقم ماجد زوز والعسافر كي يجوني صباح نحس فما رساله كونيه ايوه خارق العاده باه سي ماجد تستبخت بحاجه نستبخت كي نعمل ذكر نقرا ايه الكرسي مثلا صباح المعوذتين لا نفحت الورد الورد الصباحي هذا معناها نكون متفائل اذا نقوم بورد اذا نخرج هكاكا معناها نبدا نهاري بصفابا نبدا متقلق شوي فهمتني ممتاز ثريا باش تحكي لنا على الناس باش تستباخت باش تجيب الفلوس تود سويت مع ثريا العمري هاي سيدي فما حكاية أنا تفرجت فيها الحقيقة وقلت علاش ما نكونش بالعكسين ونجربها بالك شي تنفع الحكاية هذي اللي هو يزمو يكون البورتموني متاعك لونه أحمر على خاطر اللون الأحمر يجذب المال هذي الحكاية عندها 3-4 سنين ماهيش جديدة راه قلت خليني أنا نجربها وكي الحمد لله معناتها لقيت ريزولتا باهية قلت هاي وليت ساعة استوش حتى الأحمر يتقطع نشري وراه استوش آخر أحمر وجربت استوش آخر ماهوش أحمر ما لقيتوش الحقيقة مليان كما نقولوا احنا جربته لقيته ماهوش مليان بديت الفلوس دوب ما انتقت للفلوس شفت دوب ما نتكلم الكلمة الفلوس طابت زي هذي بالنسبة للنساء دونك ماذا بيكم تحطوا البورتموني نتاعكم سطوش احمر تحطوه اللي تحطوا فيه الصرف واللي تصرفوا فيه واللي ديما تخرجوا منه الفلوس وتدخلوا ماذا بيكم يكون احمر جربوها وتفكروني والراجل الاول اي والراجل الاحمر حاجه اخرى ساعه للمراه ما تحطش فاتوراتك في ساكك
عندك فاتورات باش تخلصهم في مكتوب راجلك حط حط في مكتوب خليهم في الدار وقت اللي باش تخلصهم هزهم ما همش خالصين تقعدش تهز فيهم خاطر كان الفلوس الاحمر باش يجيو في السطوش الفاتورات الكل راهي باش باش يتصرفوا معناتها الفلوس خارق العادي الفاتورات ما تخلصش يقصوا الضوء ولا يقصوا الماء معناتها ما تخليهمش برشا في ساكك هز خلص ولا خلي وقت اللي مش بتهز ما تحطهمش فوقك هزهم كان نهار الخلاص ما تقعدش تدور بهم بالنسبة للرجال السطوش شنو لونه انت باس اكحل 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 ماجد مارون مارون بيه صحيح هاو يعرف ماجد يعرف عم حسن السطوش شلونه هاو في المباشر هاو شو وريني بالوقت السطوش شلون مارون معلم يا ولدي مارون ماركة زيدة 700 يورو ذاك شلته من سوريا ولبنان شلته بتقريب ب 5000 دينار ب 5000 دينار برافو 5000 مليم 5 دولار 5000 دينار والله حزنين براد يا اخي انا نعرفه هو بكله بولاه بولاه ماشي ماشي خليه يروح لا والله تسوى غالي ليه دونك الراجل ماذا بيكم تستعملوش سطوش اكحل مارون والا اخضر والا بيج هذه بالنسبه للرجال هاو عندنا ديجا ما نستعملوش المارون ليه بالعكس مارون بيج ولا اخضر هذوما ثلاثة الالوان اللي هما جالبين للحظ وللميل للراجل هاو مارون جايب ماشي الامور انت ماكش تراف راهو مصلي انت كل يوم يخلص علي قهوه دنيا ومي وجو واسمع وانا نحلف ويحلف يبدا والله والله العظيم قبل كي اخذت معنا دينار ايوه باش لانه ديناري انا جديده وهي دينارها التافهه قديم الماكينة متاعنا تشرب القهوة يعني من يعني حاجة من تحب القديم يعني كيف هي تحب القديم بس ولا وأنا بصراحة نحكيه على التفاؤل أنا عندي العملة اللي تعجبني في تونس خارق العادة وبالنسبة لي أحرص دائما أنه جيبي دائما فيه كعبة منها 5000 5000 هذه الرائعة شوف اللي وسطها أبيض وهي دائرة بالدوري وفيها صورة لحبيب بورقيب وخزرها محياها أنا حليت عيني على صورة بورقيب ونصور بورقيبة مش اسم تصوروا منصب صح ما وكنا احنا كيمات بورقيبة قعدنا بيتين كيفاش حنقولوا يحيى بورقيبة بن علي فما بورقيبة بن علي بن علي بورقيبة هذاك هذاك يحيى هذاك كان يقول راهو راهو اللي يعني الايقاع الشعب التونسي ولسانه لازم نبحثوا فيه يعني انا بالنسبه لي تعجبني هذه والمره الاخرى جبت لك على الدولو الدولو كيفاش انه ينجم يكون يعني معناها عمله صعبه وتتباع يعني ب 30 دولار بالضبط الان شوف العمله هذه الجميله راهم الا شيء نجموا يعني تبيعها توا حسنين هذيك ب 2000 نعطيك 2000 تعطيني 2000 خلينا نستخبي هنا اعطيني 3 اعطيني 15000 ما اعطيكش هذه اهلي ما انا ما نعطيك 20000 2000 بيس والله نعطي هذا 20 بالله بربي خليها واحد تصرفها حسنين 2000 بيس تحبها هذيك اسقط حاجه عملها البرك يبدو لي في عهد الشادي العياري وفي عهد الاخوانجيه حطوها فما حاجه تعملت في البنك المركزي فما اكل 200 فرانك وفما الزوز دينارات المدموجين هؤلاء في بعضهم ونحاو 30 ونحاو 30000 هذا في عهد الترتور في عهد المرزوقي حاجه من اسقط ما عملها من تخريب من ضمن يعني هما حبوا يعني الدينار هي الدينار في قيمتها دقدق حطوها دمجوها في دينار الدينارين هذوك وتجي تحطهم مثلا حط كرهبتك في بلاصه ما يتصرفوش تحب تاخذ قهوه اللي فات ما يتعدوش يعني نحن نقولوا اللي هؤلاء يعني هالعرفين او العباقره بربي حاسبوهم برب حسنين في صحتي مشاتي الكلمه ال 2000 هذيك ال 2000 كل ما تدفعها تتلز تقول له هكا 2000 معناها لابد تعب زي كل شو الانجاز العظيم اللي عملته حركه النهضه في العشريه الماضيه خويا ما عاد المنافسه حسنين بربي بسرعه بسرعه جاوبني بسرعه لو يستشيروك في حاجه باش يعملوا عمله اخرى جديده فيها التصويره كيما هذيك فيها تصويره الحبيب بورقيبه يستشيروك التصويره شكون تحب نبيل القروي او منصف المرزوقي في العمله اللي ميني زوز ليه لا لازم واحد لا مستحيل باهي العمله قديش لا يلزم واحد انا مثلا ماذا بيه ورقه فيها 100 دينار كيما 100 دولار فيها صورة ولاد أحمد شعر ولاد أحمد حلو خلينا نحيوا الأشياء يزينا من الموتى والمرزوقي ليه في 100 دينار مرزوقي قلت له حتى في المليم إن شاء الله والله يا أخي بجا ربي هو وجوده عمل لنا نحس في البلاد وفي الأموال وفي كل شيء يعني يا لطيف يعني كان نحس علينا باهي وأنت وكان تحطه في الفرنك واللي في العملة قسما عظما موالي الناس كل تساس الناس كل تطلب ومتساويين بعد شوي نرجع لك نحكيه على غزة والجديد في غزة رغم الهدنة ورغم الدمار اللي صاير في غزة انه قصة حياة وبقاء تحكينا عليها توت سويت إيمان
على الجزيرة مباشر مع الصحفي أيمن عزام وداخلة عبر الهاتف مع فلسطيني اسمه صابر. شدتني برشا وقعدت نسمع وحسيت أنه وكأنه يتكلم بصوت كل الفلسطينيين. سألوا الصحفي قالوا لو فتح لكم باب المرور الآمن نحو مصر أو الهجرة إلى أوروبا في أمان أو البقاء في ظروف هذية والقصف المتواصل شنو تختار؟ يقول له عندي جنسية أخرى النجم نمشي بكل سهولة في أي وقت أين أولادي وأسرتي بالعودة، ولكني عمري ما فكرت في المغادرة ولن أغادر هذا المكان. عندي أصدقاء في الخارج يقولوا لي نبدلوا بالديار، إيجا خذ الدار اللي أنا فيها في البلاد الفلانية ونيخو أنا الدار الغزاوية دارك أنت في غزة. يقول فما مرة كنت مسافر صديق لي قال لي بربي جيب لي شوية تراب من فلسطين. أيوة. يعني حب يحكي أنه فلسطين غالية في عيون العرب الموجودين اللي يعيشوا في بلدين أخرى. يقول أحنا لا نزال حتى الآن منذ سنوات نقاوم ونقاتل الناس اللي قاعدة تدخل وترجع الغزة، والله والله أكثر من عدد المغادرين. شرفني ربي بالوجود في هذا المكان وبالانتماء للمسجد الأقصى، هل أحقق هدف الاحتلال بتهجير الفلسطينيين مرة أخرى؟ يقول الصحفي ولكنك باش تموت أنت وعائلتك أنت وأبنائك ابنائك، تتحملوا مشاكل بلاد معني علاش؟ يقول له رك ذي الصحفي يقول له الجمت مفرداتي، انتم شعب غريب الاطوار وعجيب في التحمل. الاجابه كانت اموت ليعيش الاحرار، اموت بكرامه وبعزه حتى يعيش ابنائي. الكلنا باش نموتوا ولكن هناك فرق بين موت وموت. قديش من انسان ميت ولكنه مخلد. في المقابل بعد ما تسمع هذا الكل تجي رساله من الجيش الإسرائيلي وكأنه يتحدث مع شعب ما يعرفوش، وكأنه يتحدث مع شعب جبان يخاف الموت. يقول له الحرب لم تنتهي بعد، الوقف الإنسانية مؤقتة، ومنطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجول من أجل سلامتكم. عليكم أن تبقوا بالمنطقة الإنسانية الموجودة في جنوب قطاع غزة وعدم التوجه إلى شمال القطاع. يمكنكم التوجه فقط من الشمال إلى الجنوب عبر طريق صلاح الدين. الرجوع إلى الشمال ممنوع وخطير جدا، مصيركم ومصير عائلتكم بأيديكم، وقد أعذر من أنذر. الإمضاء جيش الدفاع الإسرائيلي. شكرا لك من جلاسي. ماجد البرهومي، ظهر لي قصص ودروس كل يوم نشوفهم في قصة البقاء، التعلق وحب الأرض، هذا ما نشكش فيه. أصحاب الأرض أصحاب القضية، يعني تموت عائلته تطيح دار وعائلات كاملة تتنحى ورغم ذاك إصرار على البقاء في هذه المنطقة. مش نسألك هوني على الهدنة ومدى احترام الإسرائيليين للهدنة، معروفين حتى في سابق التجارب ديما فمك الاستفزازات، تجاوز، ما يحترموش الوقت، ما يحترموش الأجال. اليوم في هذا نعتبره نجاح للمقاومة أنها فرضت كل شروطها إلى حد الآن. حب نبدأ باللي كان تحكي فيه إيمان. أولا هو جيش الحرب الإسرائيلي، عمره ما كان جيش دفاع حتى ولو هو يمضي بهذه التسمية، صح. ولا هو تكوين من جملة من العصابات الصهيونية التي معناها ذبحت وقتلت وشردت ثم توحدت في جيش، وأصبح هذا الجيش معناها يخرج في جنرالات بعد ما يكمل مهمته العسكرية، غير البدلة ويولي مدني، وبعد يجي على رأس السلطة السياسية ويدعي أنه دولة ديمقراطية. لأول مرة نشوف ديمقراطية متاع جنرالات معناها في التاريخ، وهذه كذبة كبيرة. وكي يقولوا إسرائيل دولة ديمقراطية، فالدرس الثاني لبعض التونسيين باش يعرفوا قيمة التراب هذا اللي مشيوا فوقه اللي سالت عليه دماء ودماء ودماء حتى ولا معناها عشنا حرية وعشنا ونجمنا معناها أن يكون عنا وطن يعطينا الجنسية ويعطينا كل شيء ويعطينا هوية قائمة الذات. برشا ناس ما يعرفوش قيمة الأوطان، معناها تسمع كلام كيما هكا تحس باللي يحس بيه اللي يعاني اللي ما عندوش وطن واللي مشرد واللي أرضه تحتل في أي وقت. بالنسبة لاحترام الهدنة محمد، أعتقد أنه الكيان الصهيوني معناها التجربة معاه التاريخية منذ 75 سنة أو حتى أكثر تقول أنه لا عهد لا ميثاق، معناها عادي جدا أنه يخرق الهدنة هذه، وعادي جدا أنه يعود إلى سياسة القتل والتهجير، صح. في أي وقت، بما أنه كما حكيت لك هو تكوين عصابات، تكوين مهاجرين يؤمنون
خرافات عفى عنها الزمن ولم تؤكد العلوم صحتها، معناها حتى الحفريات اللي تعملت على القدس لم تثبت وجود هيكل سليماني لليوم، معناها فهمتني. فالناس هذوما كان سمعت انت محمد بعجالة نتنياهو وقت اللي يتحدث اقتلوا العمالقة وغيره، وهذا المقتطف من الآيات نتاعهم من تلمود، العمالقة هم الشعب كنعان في المحيط الغربي، اقتلوا الرجال والنساء والأطفال والدواب وما تخليهم منهم حتى حد، فهما هو قاعدين يقتلوا يعتقدوا أنهم قاعدين يتقربون إلى الله، هذا في معتقدهم بالضبط. فالقتل والمذابح والوحشية هذا في عقيدتهم قبل كل شيء. واضح. شكرا لك ماجد البرهومي. حسنين، برشا ناس يحبوا القلم تاع حسنين كي يكتب، فما بالك نحكيه على تقرير صحفي بعد معاينة ميدانية مش حكينا عليها حسنين توتسويت في الدخلة. رأوا في اليهود، فما يهود رافضون رفضا تاما لإسرائيل، ويعتبرون إسرائيل هذه لعنة يعني سوداء على اليهوديه. بالضبط. حتى لا نميز بين العقيده او الكذا، يعني نحن نحترم عقائد الاخرين، خرق انما هذو الناس مجرمون به. مجرمون يتخذون من الاديان ستارا لكي يعني يرتكبون جرائمهم. هذا هو. انا حمل سيدي محمد حنخرج بك شويه من غزه به. ومن هذا التركيز الاعلامي يعني التونسي على الموضوع، هو تركيز يعني محبذ ويعطيهم الصحه اللي بارك الله فيه، راي كل يعني يدل على التضامن الحقيقي والعفو والتلقائي مع قضية حقيقية عادلة وإنسانية. جميل. نرجع لتونس. نرجع لتونس. أنا اليوم ما أنا عندي توي أكثر من جمعة سيدي محمد من اللي حكيت لك على موضوع جماعة فارقة موجودين في يعني حديقة لك يعني في اللاك في اللاك واحد بيه؟ حديقة يعني معنا في قلب اللاك في قلب البحيرة بيه؟ البحيرة واحد حيث السفارات وحيث يعني معنا أمور رسمية وندرشنية وندرشنوة ومحلات كبيرة وضخمة، فما مجموعة يعني حشاك من من المهاجرين الأفارقة يعني يسكنوا غادي مسكنين في الشارع. اليوم يعني زدت ثبت فيهم وحبيت يعني نعمل لك هالتقرير ضي الشفوي على الوضعية هذه اللي الإعلام تاعنا التونسي يعني ماهوش قاعد يعني. أما حسنين فما المفوضية فما بالضبط يرحم والديك، بعد الحديقة هذه ثم المفوضية، فما قال المفوضية الدولية للاجئين أيوة. والمفوضية أنا جيت ريت لمة يعني سود جماعة سود وليدك وكذا أبيض يعني بناء في وسطهم وعنده مجموعة أوراق يعني مهرية وهو يورش عليهم، كل واحد يمد له ورقة، سلمت عليهم من بعيد قلت له تشنوش عندكم بعطوني ورقة فمش ورقة يا أخي. قال لي أنت ما نقولك حد شيء، أنا نعرف قال لي ما نقولك حد شيء. مش قضية قلت له أنا صحفي قديم قيدوم قدومة يعني مصدى إذا كان حاجتي بمعلومة نجيب ما مانيش في حاجة للمفوضية وكل عوان امتياح المسكينات. أيوة. إيه تحدثت شوية أنا وبعض الأطراف، سلمت على واحد يعني متعدي قلت له بونسوار ولي سالي ولي كومون تليفو ولي سارة بخيت بالسوري بالفرنسي بالسوري برغيت معه لا يعني يتكلم بالعربي بالفرنسي هذه المفاجأة. أنا متكلم بالعربي أهلا وسهلا، قلت له مرحبا منين سيادتي، قال لي رالي من السودان. مرحبا. هم المجموعة هذه اللي موجودين تقريبا يجي 100-150 بشر ويسكنوا في الجنة هذه، كانت الدنيا يعني صحو تو صبت مطر يعني قلت وكذا. ويا أخي ما لها ظروف منيش عم نفصل لك القول تحديدا فيها عجائبية. لا ظروف تعيسة جدا والإقامة لل أنا من روائي أنا روائي أخوك يعني حين أنظر المشهد أنظر المشهد في كليته عاد من ضمن ما شفت يعني من تفاصيل المشهد إضافة الأشياء اللي تحمم القلب محزنة ريت مجموعة قاعدين على الأرض مفترشين يعني حاجة ويلعبوا في الكارت شيخ واحد يعني حاطت شيشة واحد يبدله في الولاعة أيوة يعني شفت الطبقية حتى في الظروف هذه الولع عاد في الولع في الولع الولع يعني أسألت واحد قلت له شنية الحكاية هذيك شكون ذاك سيد القوم قلت له قال لي لا يولع له أي هذا المنطقي يولع له هو يعني متربى ويرك في الشيش شوف المشهد هذا يا أخي قال لي راه هذاك قال لي هذاك مهم قلت له شنو أهميته قال لي بيعنا الكسكروت أيوة قلت له كيفاش يقول لي قال لي بيعنا الكسكروت بدينار يجيب الخبز ويقسم على ثين الباقات ويحط في وسط الباقات قال لي شوية عدس وكعب عظم بيضة فقط
وقالها عظم عظم قلت له هكذا ولا تعرف قال لي عندي 7 شهور تو هنا مسكين بالطبيعة السودانيين اللي يوصلوا لتونس هذيا معناها نعرفوا السودان ما تمر فيه الله يهلكهم القادة نتاع السودان الله يهلكهم ويعرف لكم من بشير إلى هالسيد هذا حمديت والأخر وكل حميداتي وكل مش حميداتي هذاك الآخر أكل برهان بعصات وعكاز وهو دمروا شعب السودان خربوه السودان أغلى بلاد في إفريقيا تجب توكل العالم سلت إفريقيا يعني فهمتني خربوهم بقينا شو كيفاش وصلوا لهني مش فهم عنا قيادات سياسية كانوا في السودان زادة حسنين اي ما الهاشمي الحامدي الهاشمي الحامدي والسودان اخذها فلوس من السودان يهودي الهاشمي الحامدي والغنوشي كي كان يعني يعتبر امريكا الشيطان الاكبر يعني كان يقيم في السودان ونحن نقولوا الاخوانجية الان اخوانكم السودانيين هنا يا اخي تحركوا شوية الاخوانجية وغير الاخوانجية طبعا يعني يمدوا هذه المساعدة يجيبوا شوية باش لأنه والله ظروف ورحمة بابا تو نحكي لك على السيدة ذا معناها باش يعني في كل تراجيديا فم أحيانا بوارق أمل أو ما يسلي في كل شيء مأساوي أحيانا إنما راوي أنا نحب نخفف يعني ما نحبش نقول ما نحبش نقول نعكر مزاج اللي يسمعوا فيه فم صغار حسنين وفم لا شبيبة كلها شبيبة كلها شبيبة نساء ورجال لا الرجال الكل رجال بري اللي ريتهم ناي رجال الكل أيوة. أما لكن يعني وكان تشوف الجنة كيف ولت هذه والروائح يا اخي ما لانه فما هي كبيره شويه جينا مناطق فيها يعني اصبحت يعني يعني بيوت راح في الخلاء يا لطيف وروائح يعني يعني غادي وكذا انا نقول المفوضيه هذه مع المسكينات وهذم بسبع شهور والسودان هذه ما عندها سفاره ونحن مع افريقيا علاش ما حبش يعطيك ورقه الاخر تيزي يا ودي شنو ورقة عاطينهم هاو شنية هو يبدو بالك استمارة حاجة بالضبط عمرين استمارات أيوة. وصلوا المفوضية والمفوضية يبدو أن بتت فيهم أيوة. ويعني عيطوا لهم باش يعطوهم استمارات أمر مسترد بيقول لك ليه من عديك وراق وراق بيض يعني مشلقوا عليهم هرين وكذا كذا حسيلوا يعني الأوضاع الإنسانية أسمعني نحن عندنا أشاوس 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 يعني وصناديد متاع حقوق الإنسان في تونس في تونس إيه وين الصناديد هذولا كما يمشوا يشوفوا يا أخي كان ناس بشرية يعيشوا بحذانا وكذا كذا في الظروف هذه يعني ما تطيقش حتى بالحيوانات ولا بالمتوحشين واضح شكرا لك حسنين من بعد شوية نحكيه تراند اليوم تراند مشترك ثريا وإيمان يعطيونا آخر وأهم الأخبار نحكيه كورة نحكيه على تصريحات عبد الحق بن شيخة في علاقة بجماهير النادي الإفريقي وأيضا في حديث على أسامة السلامي فاصل صغير بأحوال الكياسات مع أيب الغايب ورجعي من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوز مع محمد الخميسي على إيفام أحلى غدو إيفام على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم الوقت هذا هو وقت تراند اليوم بحضور مشترك إيمان جلاسي ثريا العمري توتسويت في تراند يلا إيمان نبدأ معك القيصر كاظم الساهر يعبر عن دعمه للقضية الفلسطينية بغنية جديدة باللغة الإنجليزية اسمها Hold Your Fire وهي من تلحينه وتهدف لاستخدام الموسيقى كوسيلة لدعم السلام والجهود الإنسانية الغنية هذه بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية وسيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية البارح حبتت الغنية هذه البارح الخميس وفي سؤال علاش بالإنجليزية قال باش نضمن أنها توصل أكثر عدد ممكن في العالم ويكون تأثيرها حسنين المقاومة أنواع كذا مسار اختار يعمل أغنية باللغة الإنجليزية Hold your fire وقفوا إطلاق النار ولا وقفوا سلاحكم ولا وقفوا ناركم لك ممكن تهب لكن كله في معنى واحد فشنو رأيك في طريقة كذا مسار هذه أنا أتصور هذه طريقة موفقة إن شاء الله يعني باهية أنه يعني القضية تصل يعني عبر مسارك أخرى يعني ورغم بالله لازم نقولوا نقولوا للناس راهو الدبلوماسيه الفلسطينيه رايح يعني شغاله وشغاله بطريقه خارقه العاده شوف السفير الفلسطيني في تونس كيفاش يخدم وهذا شيء عظيم لازم نثمنوه الفلسطينيين سواء كان اللي حاربوا على الميدان كما حماس واللي منظمه التحرير الفلسطينيه وكذا كلهم يخوضون الصراع ولكن يعني كل واحد بطريقته وبارك العراقيين يعني القضيه الفلسطينيه قضيه العرب كي نقولوا قضيه
العرب، قضية العرب الناس كلها هذه هي الوحيدة اللي توحد العرب القضية الفلسطينية. الساسة الأوباش هم الذين يقسمون، ولكن هذه قضية وتجربها الكثير. أنا فرحان للقضية الفلسطينية وبالحرب هذه بتاع حماس، لأنه أصبحت القضية الفلسطينية حتى حد ما يزايد بها وحتى حد ما بيعيش فيها، وبارك الله في مصر كي خلت الفلسطينيين هم اللي يقرروا مصير خرق لما ثوري أمشي عطيك من ثوري تعرف. وما غنيش قبل باللونجلي كذا ما ذري أول مرة بشي غني أول مرة دونك إن شاء الله يصيب. أما أنا نحبه برشا في العربي الحقيقة، دونك زعما كاظم باللونجلي وألحان وان بلوس وألحان أتو نسمع منها شوية تو يعطيونا شوية الفريق ماجد شو رايك؟ حبيت نتفاعل معاه في الحكاية الدبلوماسية الفلسطينية. صحيح الأستاذ هاي الفهوم قاعد يبذل في مجهود كبير معناه مع المجتمع المدني والمنظمات وغيره والدبلوماسيين الفلسطينيين الأخرين، لكن وهج كان من عرش شاترني رأي الدبلوماسية الفلسطينية تراجع شوية مقارنة بالماضي. أنا نذكر منظمة تحرير فلسطينية كانت عندها حتى معناها ارتباطات في إفريقيا، كانت مسيطرة على القارة الإفريقية وتدعم في مشاريع في إفريقيا وغيره، وكانت مكتسبة تصويت لافارقة. في السنوات الأخيرة ما عادش عندها وجود أعتقد، وإسرائيل تغلغلت في القارة الإفريقية أكثر، وربما إن شاء الله تتراجع السياسات خلال السنوات القادمة. بالنسبة يعني الوقت اللي تحدث عليه كانت المنظمة وحضورها وتمثيليتها في المنتظم الأممي ضعيف. الآن يعني تقريبا يجي اكثر من يعني نسبه كبيره من الدول المعترفين بفلسطين، وفلسطين ولت ملاحظه ان شاء الله تولي دوله كامله عضويه ويلزمها تولي دوله. كان يعني ما راهو اللي حقته حماس يلزم تحويله الى مكاسب سياسيه يعني. بالضبط باش نرجع له هذه النقطه هذه باش نرجع لها في رساله من رجل الغنوشي من داخل سجنه على لسان سمية الغنوشي وبقلم سمية الغنوشي بنت تو نرجع لها بعد شويه. بالنسبه لكاظم السيار اعتقد انه الفن ديما حاجه يجي باش نعبروا به لانه يوصل الاكبر عدد ممكن معناها من المتلقين، وباهي لو الفنان معناها يدعم قضيه معينه اكيد باش ياثر على المتابعين نتاعو وعلى جمهوره وعلى معناها توجهاتهم، وهذه حاجه ايجابيه. لكن الكلمات مازلت ما عنديش عليه فكره، ان شاء الله تكون كلمات في الصف الفلسطيني. ها باش نسمعوا شويه ترى خلينا نسمعوا شويه تشدش العصام الوسط. جميل سيدو كاظم تحس كاظم فما روح كاظم اللحن جميل لكن الكلمات محايدة قليلا. يحكي على السلام على البيس، يحب السلام ويحب إيقاف الفايتينج التقاتل والعراك بين الطرفين وأعتقد أنه أي ما ثماش هكا انتصار كينه للطرف فلسطين. مازلنا ما سمعناش الباقي ما نحبش نحكم جست باش معناها ننصف كاظم لأنه كي هبطت على الانستغرام راهي الجملة مرفوقة يعني الإعلان على الغنية مرفوق بجمل كتبهم كاظم دعما للقضية الفلسطينية. يا ميشت نمتي شكرا لك. مش فقط هذا رأو يعني كي نكلموا الآخرين ومش عامل غنية للعرب. أيوة العرب هذا كان من محصول الحاصل هذا يكلم في ناس أخرين لو كي جي يتكلموا بعنف وغترس خليكم يمشي ومن فوق ولا أنا هذا كلام به وبركة. أسمعني نحن رأو في تونس عملنا غلطة الدبلوماسية التونسية كما صحتش على كل بتاع الأمم المتحدة بتاع القرار هذيك نتاع الهدنه وقف احنا يعني جينا قدام ما فهمتش علاش وبصراحه بغير مبرر خاطر فيه دنا الحماس هذا هو ما فماش دنا الحماس ما فماش ذكر يعني معناها المدنيين يعني مساواه المدنيين ما هو يا اخي نساوي المدنيين لازم نساوي بين المدنيين واضح فهمتني. اي شكرا لك حسنين. تو نمشيو للتراند اللي باش تحكي لنا عليه ثريا العمري توتسويت. تراند هذا باش نفرغ فيه قلبي انا الاولانيه ساعه خارق العاده. الذكاء الاصطناعي وصل لي ريزو سوسيو. اسمع سيدي يا اخي انا قلت يا شومي خبزتي لا خدمتي الناس كل خبزتها باش تمشي نتفرج في فيديو سيرتو الخبزه ذي عاد سيرتو الخبزه احنا بطبيعتنا ديما هكا ياكلوا فينا ماكله يزيدونا معناتها الذكاء الاصطناعي تو ولا دي فو بروفيل معناتها ولا ذكاء اصطناعي امراه الزين تقول لك انا العين تقول لك انا الطول تقول لك انا البدن تقول لك انا الشعر تقول لك انا
زيرو ديفو تقتل اللبسه تجيها 38 هذا في الذكاء الاصطناعي انستغرام موزه اصطناعيه العباد يسخيبوها شخص حقيقي وهي ماهيش حقيقيه وهي ماهيش حقيقيه متشبه ثريا ولا متشبهش شخص سيم متشبه اللي كان تشوفها تبعد نوريها لك في الكواليس حاسيلو معناتها لهنا الخدمه توش تولي والناس راهي تتبع فيها وعندها دي فولورز وتجاوب معناتها وتخدم مع دي مارك أليشيل انترناسيونال دونك لهنا زاد راهو الذكاء الاصطناعي وصل للحاجه هذه معناتها يا ناري علينا مش باش نعملوا خبزتنا مهده ولا خبزتنا مهده وليت وخي ما نكذبش عليك يا علم بيا كان ربي حسنين تو تشوف تو توريكم الثريا في الكوليس ونحن ما نجموش نعديهم تصور من لوريزمو على خاطر الصور اللي ماخذينهم من البروفيل هذوما صور يعني جريئه اكثر من لازم شويه يختاروا مقاييس الجمال اللي تجبد اغلبيه الرجال من الطول من القامه من النحافه من الامور الكل وتزيد تجاوبك تبعث لها مساج مثلا سي ماجد تجاوب تنقل لك تعامل معاهم لا مش لا عملت مع السخريه عملت لهم ابوني ماجد عملت لهم ابوني ماجد انا مش عامل لي ابوني الفلسطينيه لا نسال فيه التزم الحياد خبيث معناها يعرف كيفاش يتعامل مش بالغباء نتاع جوجل مثلا ولا غيره اذكى برشا من جوجل كي قلت له حبيت نجرب نشوفه بشر قلت له سامحني كان قلقتك قال لي لا ما صار حتى شيء انا مجرد ذكاء اصطناعي راني ما نحكي معي بكل تواضع معناها تصور انت القوه انا ذكرت في يبدو في قبل الثوره كانوا يجيبوا عرايس فما عرايس خلقوا عرايس والعرايس هذه ما يجيبوها لك يعني كذا مفشوشه تنفخ انت ايوه كميله المعال كميله المفاتن هذه في ليزاني 15 يعني تو قداش تتبيع هذه في ليزاني 15 دولار تنفخ انت يا ودي هذه في ليزاني 90 اسمعني في ليزاني 90 بحيث يعني شوف شوف تسال فيه استنى خلينا نكمل جملتي ونجاوب عام 90 هذا ايه عام 2000 كما جملتي يا ودي اسمعني باهي تنفخها ومن بعد والله يعني ضيعت الفكره ضيعت لي شدت مهمشني عام 90 يعني شوف يا ثريا ثم هذا الشيء المزيف يعني انت ورده يعني في عطر طب برشا ورود موجوده في الطريق وكذا والورود هو رمز الجمال ورمز الاناقه ورمز الفاحه ورمز الرائحه العطره وكذا كذا كذا ولكن راي الورود الحقيقيه المزيفه الاصطناعيه بتافهه جدا يعني لها شكل ورده ولكن بلا روح بلا مضمون فقط وانا نفضلك انت على 100,000 يعني ذكاء اصطناعي الله عليك شو اللي يميزها العبارات هذه اخوي كيفاش تسمح بالعبارات هذه في حصتك ما عادش في حضورك انت في حضورك صلي على النبي صلي على النبي هاك بحذاك شكون شرف مواهبك يا اخي شرف اخي محسيني قاعد معكم في لاونج ولا شنو صلي على النبي يا مخي وقف خويا نسمع في الشيء عيني عينك اي سيدي ساعتنا ثانيه نرجع نحكيو فيها وفيها شوية سياسة منصف المرزوقي الرئيس الأسبق وتوزيع في علاقة بالمغرب سمية الغنوشي ورسالة الشيخ رجل الغنوشي من داخل السجن 49 يوم سيام منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى خليكم معنا رجعين في الساعة الثانية من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على اي اف ام احلى غدو اي اف ام على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا هذه ساعتنا الثانية الحديث نحكيوا شوية سياسة في الوقت هذايا نحكيوا على الحالة الصحية للأستاذة عبير موسي كان دخل اليوم الأستاذ كريم كريفة حكى على حالة الأستاذ عبير موسي بربي ناخذ التسجيل نسمعوا منه شوية وناخذ رأي الفريق في المستجدات والوضعية الصحية لعبير موسي داخل سجن منوبة رئيسية الاعتداء ذي نحب نذكر بالاعتداء أيضا اللي صار قدام وزارة الداخلية في الاعتصام مش فقط الاعتصام أمام وزارة الداخلية هذيك على الأقل شافوه الناس كيف صارت يبقى يكون متجبلي بارديس الشيء اللي صار نهار 3 أكتوبر المخالفات الصحية وقتها وانو نهارتها مشيت الشرنيكول وعملوا الراديو وعملوا سكانير هذا هو الشهادة الطبية الأولية إلى حد هذه اللحظة ما نعرفوش شو شنية اللي فيها الأدوية اللي أخذتها وقتها ما نعرفوهمش شنو المهم أنه الفترة اللي فاتت الكل يعطيوا فيها في المسكنات المسكنات اللي يعطيوا فيها ما عادش عاش الأثار بتاعها توا أنا قبل التليفون هذايا بنص ساعة كنت في زيارة الأستاذ عبير موسي في مقر الاحتجاز القصري بتاعها معناتها وضعية سيتويتون لا موتابل كيفاش ولا تمشي لوجايع
أنهم هم المستكنات حبوا يعطيوا المستكنات الدرجة الثانية في الدوزين دقريب تاع المستكنات، ونعرفوا الأثار متاعها على العصاب والأثار الأثار متاعها على الجهاز العصبي الجهاز النفسي متاعها، رفضت أن يتاخوا الدواء هذاك. هذا جزء من المداخلة للأستاذ كريم كريفة اليوم في برنامج 90 دقيقة مع زميلة خلود مبروك، الحديث مرة أخرى على الوضعية الصحية للأستاذة عبير موسى. نبدأ معك حسنين، كي تسمع هكا اليوم والبارح داولنا كلام الأستاذ نافع العريبي، وسمعنا حتى المنظور السجني شنو هو يقول، كان بعدنا السيد علي شوشان يعني قال لك راهو مرجع النظر نتاعها مدير السجن تراسلو كان فما أي مستجدات، فما طبيب خاص، فاليوم الحالة كأنها ماشية وتزيد بالوضعية الصحية للأستاذ عبير موسى. اولا يعني ان شاء الله ربي يفرج على الاستاذ عبير موسي، معناها الاستاذ عبير موسي راهو تهمنا برشا وبرشا برشا لانه يعني معناها ادوارها اللي قامت بهم يعني خلال السنوات هذيا يعني كانت ادوار يعني فارقه وهذا يحسب لها وفي رصيدها ان شاء الله، ولذا يعني معناها هذه يعني عندها صبغه وطنيه السيده هذيا ويلزم يعني نتمنى لها الشفاء وكذا. جي تقول لي توا يعني حكايه اخرى تقول لي يعني في الحبس ومرضت وكذا كذا والامور هذه، هذه امراه سياسيه هي تعمل في السياسه هكا ولا بالضبط، واخترت تاريخها يعني خذيت المنهج نتاعها تاريخ هي اختارته واختارت الوسائل نتاعها والامور نتاعها هكا ولا ويعني امراه في السياسه فما البرد فار، هي دخلت في بلاد فيها مع السلطة مثلا ايه السلطة حدثة في الحبس لان السلطة عندها مفاتيح السجن يا حبيبي يلزم هذا نفهموها لها السلطة لها بايبة يلزم مفاتيح السجن ما يكونش فيها تعسف وكذا كذا ضمن لكن دولة قانون حسنين وكذا الامور هذيك الكل ودولة قانون بقينا راهو السياسيين زاد اكيد يدخلوا في صراع ولازم يقروا حسب الصراع شنو هو حسب الصراع، ما هو عندهم يعني اتباعهم وجماعتهم والمتحزبين لهم وكذا كذا، ونعرفوا نحن جماعه الدستور الحر يعني معناها يعني شعب غفير في تونس هي اخي يتحركوا ما يتحركوا باش يدافعوا على زعيمتهم، ما عادش عليهم كريفة كي يتكلم، انا كي سمعتهم المره الاولى يطمن فينا قال والله يا اخي بارك الله الحمد لله وكذا والصحه والامور والادويه وكذا كذا، ما قالش يعني ايش قال ما قالتلهمش هلموا هلموا لمجد الوطن مثلا ومجد البرهومي معانا وكذا وكذا، يا اخي ما اسمع انا ما تدخلنيش في الامور هذه، انا مش داخل في الصراع المباشر، انا تهمني البلاد هذه فقط لا خرق العاده ما يهمنيش الاسماء الاسماء ستامر الاسماء ستامر يكون يعني سياسه البلاد يسايسها بالسياسه بالمعنى بالسياسه بدون ما يتعسفوا عليها وبدون ما يضرنا ونحن مش ناقصين اضرار، وانا بالنسبه لي الحياه السياسيه التونسيه متعفنه عفن شديد بربي يكمل لك وقيس سعيد كان ناجم ياخذ في البلاد وكان ما جاش يعني هل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يا لطيف يا لطيف فهمتني، اذا هل الجماعه قلوبهم شتى يقعدوا مشتين والاخر هنا يحكم ونحن هنا نتكلم وننبر والسلام عليكم. واضح، خليني اخذ راي ماجد البرهومي بما انه ينتمي لنفس العائله مع الاستاذ عبير موسى عائله المحاماه، هوني في الحاله هذه الفرع العائله السياسيه ما نبعدوش على بعضنا دستوري في الدستور الحر اما دستوري الاصل اي هوني الفرع والهيئه مطالبين يتحركوا استثنائيين بما انه محامي اليوم خلف القضبان ولا في الحبس، اليوم نحكي على محامي أساسا الأستاذ عبير موسى. شوف تحرك محمد شو أقول لك، معناه تحرك ضد القضاء ما تنجمش، معناه مش تحرك ضد القضاء، لكن الإشكال وين منذ البداية أنا شخصيا قلت لك محمد وأنه ما قامت به الأستاذ عبير موسى لو كنت أنا مثلا حاكم تحقيق لن أصدر بطاقة إيداع في حقها، ما شفتش انا فعل اللي يستحق بطاقة ايداع بالسجن وما شفتش الاستاذ عبير موسى بالخطورة اللي يجب ايداعها في سجن الايقاف معناها درءا لعديد الاشياء وغيره، ما نعرفش هما عندهم امور اخرى انا ما عنديش عليها هوني فقط ماشي نحن لن ياخذوا ما كان للنيابة العمومية لا ما كان القضاء وهوني كل حد مسؤول نحن نحلل ما حدث. الافضل شوف سياسيا البلاد هذه عجيبة غريبة، لو كان نرجع للتاريخ شوفوا مثلا الطاهر بن عمار اللي كان رجل وطني وما دخلش للسجن في وقت الاستعمار لكنه دخل مع دولة الاستقلال رغم اللي كان هو من وقع وثيقة الاستقلال في فرنسا، نفس الشيء عبير موسى ما دخلتش السجن وقت حكم حركة النهضة لكن بعد مساهمتها في إزاحة حركة النهضة تجد نفسها اليوم في السجن، علاش قلت لك تاريخ عجيب في البلاد هذه معناها ولا تكاد لا تستوعب منه شيء إذا تحاول تفهم فهمتني، فإن شاء الله أنا أتمنى وأن السلطة
تفض هالملف هذا في أسرع الأجال، وإذا الأستاذة عبير موسي عندها قضية وعندها كذا أو ثم تهمة موجهت لها، أعتقد نجم تكون على ذمة الباحث ومعناها تستجيب لكل استدعاء معناها دون البقاء في سجن الإيقاف. واضح إيمان. تصريح الأستاذ كريفة كان نجم نحط له عنوين كتب له كمل الفراغات أو أكمل إملأ الفراغ. إيه؟ علاش؟ على خاطر مش واضح معناها ماذا بيقول لنا الأستاذ، شنو المرض اللي تشكو منه، شنو نوعية الأدوية اللي تاخذ فيهم، ش معناها مسكنات، علاش شكون اخذ القرار باش تعدل المسكنات الثانية، طبيب السجن، وعلاش ما حبتش تاخذهم، شنو التصاور اللي عملتهم في شرنيكول، وشنو التقرير الشهادة الطبية اللي يحكي عليها. ماذا بينا معناها احنا كأعلام كناس تحب عبير موسي متابعين للرأي العام يقولوا لنا شنو الأمراض اللي عندها. حاجة أخرى، شخصية سياسية معروفة محامية، راه مديرة السجن وإلا وزارة العدل بالنسبة لها التعاطي الغير جيد أو السيء مع شخصية معروفة بالنسبة لهم ممنوع الخطأ، لأنه رسالة باش توصل، معلومة باش توصل للرأي العام. دونك ما يساعدش وزارة يقال فيها أنه هاو كيفاش تتعامل مع سجينات. واضح. مرة أخرى مالوريزمو نلقاو روحنا مطالبين نقولوا لابد من جهة ثانية تتكلم، من جهة ثانية تفسر لسان السجون لازم يعلمنا. مالوريزمو نفس الخطاب قاعد يتكرر. حسنين، قلت المفيد أنه ما سمعنيش رسالة عبير موسي من داخل السجن، سمعنا كان على الحالة الصحية على لسان الدفاع ولا السيد كريم كريفة اليوم، لكن جينا رسالة من داخل السجن وهي الثانية حسب تدوين هبتتها سمية الغنوشي ابنة الشيخ راشد الغنوشي. في رسالة طويلة نوعا ما، لكن خليني نعطيكم مطلع الرسالة. يقول: هذه ثاني رسالة يخطها والدي في سجنه منذ العدوان وأنشرها هناك، كما وصلتني، علما أن والدي صائم منذ 7 أكتوبر كما اعتاد في أحداث الأمة الجلل، تقربا إلى الله المجيب دعوة الصائم ومشاركة في ملحمة الصمود التي يسيطر عليها أبطال فلسطين وأحرار الأمة. الرسالة فيها عديد النقاط وفيها يعني دعوة من الشيخ رجل الغنوشي إلى نصرة الأخوان في فلسطين ونصرة القضية الفلسطينية. حسنين، عندك الرسالة، مش بش نجم نقرأها طويلة نوعا ما، لكن مثلا من بين النقاط يقول إن فلسطين قضية الأمة المركزية إلى جانب المسجد الحرام. يقول في النقطة الثانية إن تحرير فلسطين ليس ثقلا على الأمة بل رافعة لها، وهذه القضية تعطي حاملها أكثر مما تأخذ منه، فكل زعامات في أمتنا ارتفعت بهذه الراية. ما هي قراءتك لهذه الرسالة؟ تعطي حاملها أكثر مما تأخذ منها. بالضبط، بالضبط. أيوة، تأخذ منها نسجلها هذه. حلوة الكلام هذا. خذ هاي. ربي نزيدك حاجة أخرى، خذها فرد مرة باش تأخذها. يقول: طوفان القدس هو مثل طوفان نوح. اللطف. باش يهز السيء الكل ويخلي كان لباهم الفايدة. به. كيفاش منين نبدأ لك الشيء؟ لك حرية الاختيار. أولا يعني رسالة من تحت الماء هذه. أيوة. رسالة من تحت الماء من داخل السجن. ما في باليش جماعة السجناء يسيبوا رسائل واللي كذا من هذا القبيل، إذا كانت عدت يعني على مأمور السجن. وما نعرفش مأمور السجن شاف الرسالة ذي أولي ما شافهاش، خاطر مأمور السجون لازم تثبت ويطلع يهرب الناشي الغنوشي من السجن كما لمح لذلك سمير ديل. لا، سمير ديل وقال حتى كان حلوا البيبان. لا ما أوكي قال لك حل البيبان، يعني ما فما هو سجن يعني بيبان ومحلولة، تو نحن سيدي تاتا هو يتصار معنا باللغة. أي سادة باش ما نقولوش حاجة على لسانه، ما قالهاش لسان سمير ديل. ما هو لسانه طويل شوية، نجم نمشي مع مسافات. إي لا، أنا هوني اللي ضبط المسافات. على كل حال احنا الرسالة هذه مش حاب تعرفنا مجددا بأن الشيخ راشد الغنوشي رجل تقي. به. تقوى مذهلة. جميل. وجربنا تقواه، اللهم صلي على النبي، والقروي خدام في تونس يعني نشيخنا. به. أي راشد الغنوشي معناه يصوم في رمضان، يصوم في العيد، يصوم في واحد، يعمل اللي يحب يا أخي. أي اليوم تسعة وأربعين واللي يصوم هذاك يصوم يعني يهدد فينا بالصيام، ما هو صايم ربي، الوالد يذكر فيه والوالد يذكر بنته والوالد كذا، هو هذه عبادة، هذا بينه وبين ربي. هالتجار الدين هذولا لا يستحون يا لطيف. اي حسنين، دائما لا يستحون. ما هي علاقه راشد الغنوشي بالقضيه الفلسطينيه؟ تبناها قبل ما نعرف لمحه تاريخيه العلاقه بين الغنوشي والقضيه الفلسطينيه. توا هي ذي بصراحه هذا سؤال خطير برشا. اذا تجاوزنا المصروف اللغوي نتاع الغنوشي. أيوة. لانه كلامه الكل مصروف لغوي بلا رصيد. واحد يصرف تعرف اللغه بلا رصيد، اش معناها يصرف باللغه بلا رصيد؟ يعني انسان ما عندوش مصداقيه. انسان اللي يقول فيه الكل امتحناه في البلاد الكل ونعرفوه يكذب. يكذب، انا ما نحبش نستعمل هالكلمه، اما في خصوص الغنوشي كما قالت عليه عبير موسى كذاب. يا لطيف يا لطيف في المجلس يا لطيف. أيوة. شنو السؤال سيدي محمد؟ علاقة الرجل الغنوشي بالقضية الفلسطينية. شوف، الإسلام السياسي حركة يعني حركة الإخوان المسلمين. بيه؟
وحرك من ضمنهم حركة حماس رو حماس حركة إخواني إخواني ولكن بارك الله في حماس يعني خذت مسافة من الإخوان ولذلك مع الحمد لله بدأت تنجح كي خذت مسافة من الإخوان المسلمين كي بعدت على الإخوان بدأت تنجح كي بعدت على العروبيين والقوميين وعلى العلمانيين وعلى الكذا وعلى الارتباطات الخارجية والمخابرات وندري شنو بدأت تنجح بدأت تنجح ولكن هي مازالت علاقتها راي لحكاية حماس وقطر والإخوان في قطر والأمور هذه الكل مشربكة في بعضها بالقدي 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 حكاية الناس كل تجرب فلسطين هو يقول تعطي لحاملها القضية الفلسطينية أكثر مما تأخذ منها وين مسكنات الفلسطينية اللي 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 الفلسطينيين اللي على الميدان اللي يكتووا بنار الإسرائيل يدفعوا حياتهم قالك ياخذ وش ياخذ الغنوش يخذيه باسم القضية وغيره وغيره وكان باستمرار الكلام والحمد وإن شاء الله هذه قضية حماس ستكون حاسمة في الوعي الوعي يعني العربي والوعي الإسلامي والوعي الإنساني لأنه ستخرج بنا إلى مرحلة أفق جديد إن شاء الله مثل الغنوشي وهالتقوى الزائفة والتجار التقوى هوني تتقاطع مع رجل الغنوشي في الكلام هوني نفس الجملة تقريبا موجودة يقول هذا تجديد للإسلام وتجديد البشرية وتبشير بعالم جديد عالم الحرية والعدل إن شاء الله نجد الإسلام مش إسلام الغنوشي إن شاء الله نجد الإسلام ونخرج رجوه من بين يدي الغنوش اللي تقاطع معه تتقاطع معه في الفكرة هذا لا ما تقاطعش معه تجديد الغنوش الإسلام هو أنه يحكم الإسلام عنده تجديد الإسلام هو يحكم يشد مركز النواب ولمركز الكذا ويحكم هذا هو تجديد الإسلام عدا ذلك بعمره عمل حاجة تجديد الإسلام هو سلفي بغيب وكتابته وكتبته تاع سلفية بغيضة وتلفيقية ونفاقية أكهو واضح وقام الليباك بتاع اليهود يمشي يسأل الليباك بتاع اليهود هذاك يباك وكل كذاته ويعملوا فيه تقليل سمح من هنا سانطلق انطلق انا انطلق خليني ساعة ولا نعود نرجع أخوي التجارة الدين توابوها ما أنا أشوف قلت لك محمد في الأوف نقدر وأنه شخص يدافع على أبوه ونقدر مشاعرها واحترامنا الكبير للمشاعر هذه لأنها تحدث على ولدها المسجون به لكن اش دخل صايم ولا مش صايم ولا ومال لو مال واحنا يصوم ولا ما يصومش هذه التقوى هذه علاقه الله. الدين علاقه روحيه بين العبد والخالق انا تحكي لي تقول لي راه صايم من نهار كذا وكذا اي صيام لاجل القضيه قول لك دعوه الصائم مستجاب والله كان جاي مدافع على القضيه السيد راشد الغنوشي وانت ديما تثيرني محمد هكا راهو ما مشاش حاضر في منظمة ايباك الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية وراهو مستقبل جون ماكين بالأحضان ومادلين والبرايت هنا في فهمتني نتنياهو وراهو والأهم من هذا الكل ما حاولش وقت اللي في الحكم يستقطب حركة حماس ويبعدها على المحور المقاومة العربي ويخليها تعترف بحل الدولتين وبأراضي 67 فقط كانوا قبل المشين في 48 فقط حماس التنظيم الإخواني بدفع من راشد الغنوشي حاول اقناع حماس من 2011 بتبني فكره الدولتين فاعتقد انه شخص يخدم القضيه الفلسطينيه ما يتصرفش التصرفات هذه هيك تشوفين احنا محمد احنا يعني في خانت مزايده في خانت مزايده جاتنا دعوه للعيد الوطني الفرنساوي في وقت ما وكان فرانسوا اولوند معناها متخذ موقف ضد غزه وقتها في حرب كذا قطعناها ما مشيناش فما راني نشوف في راشد الغنوشي مهبطين صور نتاعهم يحتفل بالعيد الوطني الفرنسي معناها اللي متضامن مع القضيه الفلسطينيه راه عنده سلوك معين والسلوك هذا ماهوش ظرفي راه يجي مع الازمات في خانه المزايده تعتبروا هذه الرساله اكيد في خانه المزايده محمد شو عبد اولا يحكي على الصيام صايم وكذا ألا توحد القضيه ألا توحد القضيه الفلسطينيه ما تجمعكش مازلنا في مرحله صوت اللي خاف ربي فهمتني ما خرجناش منها بتاع 2011 القضيه الفلسطينيه كما قلت لك دعمها معناها جربناهم نعرفوهم نعرفوا تاريخهم في دعم القضية الفلسطينية وفي علاقة بالقضية الفلسطينية لهم الزعيم بورقيبة اللي استقبل منظمة التحرير بعد طردها من بيروت ولا ما أعطيني عمل قامت به حركة النهضة دعما للقضية الفلسطينية ما ثماش وعلى فكرة تنظيمات الأخوان راهي تختلف مش كيما بعضها ما نجموش نحطوا أي إخواني في سلة واحدة هون نشوفوا حماس تنظيم إخواني يقاوم ويدافع على بلاده وغيره وكذا ما شفتش أنا حركة النهضة مخرطة في مقاوم التقيت سابقا أنا الدكتور ليث شبيلات الله يرحمه اللي هو من التنظيم الإخواني بتاع الأردن وفرق بعيد في الفكر وفي العقل وفي الواحد يؤمن ببورقيبة ويحترم بورقيبة ويعتبر بورقيبة زعيم وطني معناها فهمتني هوني بنفس المقياس ماجد البرهومي نجم نقول لك يعني بنفس المقياس نجم
نقول لك عديد الدول الاخرى تعتبر الرجل الغنوشي مرجع ومرشد ايضا. ما يعرفوش كيما نعرفوا احنا محمد. مثلا ليت شبيلات النجم نلقى لك جهه تقول لك ما تعرفوش كيما نعرفوا احنا. ربما يمكن يمكن معناها قد يكون، لكن لا نعرف انا رجل فكر ونعرف المؤلفات ونعرف حديثه مختلف تماما على رشد الغنوشي. قريت للغنوشي حتى الرئيس بورقيبه قريت له اكيد حتى الرئيس بورقيبه قبل راهو كانت عنده علاقه طيبه بالتنظيم الام في القاهره 45 اقام عندهم، وثم في 81 جاه توفيق الشاوي في زياره باش يتوسط بينه وبين حركه النهضه كانت اسمها حركه الاتجاه الاسلامي في الوقت هذاك، وقال له بورقيبه راهو جماعه اللي عندي هنا ماهمش متنورين كيفكم وراهو في عوض يقربوا من الحكم ويتعلموا ويصبروا شويه. قال له لا لقاو اقصر طريق وانه تشويهي وشيطنتي واتهامي بالالحاد والكفر باش يزيحوني وياخذوا بقاتي. ثوري اللي نعرفه لينا هو راجل كبير ومريض معناتها يصوم اي 49 يوم صايم اليوم. اي كيفاش يصوم؟ انت هو مش اخر مره هي بنته حكيت وقالت لي بابا مريض وعنده دواء. الله يبارك الله ليه بالحق معناتها كلام حتى لاني حتى العباد اللي ما تفهمش في في الامور هذه. هو يشغلوا في القضيه الفلسطينيه ويركبوا عليها شويه دين ودزوا برا. اي ما تو انا والله نخاف على القضيه الفلسطينيه وعلى حركه حماس كي يصومونها الغنوش خاطر وجه شؤم ايضا. انت ديما تقول فما نهر تاع القضيه الفلسطينيه تحرق كل من يتاجر بها حسنا. ان شاء الله ما فيش معناها شوف لو نعتبر يا سيدي يا سيدي محمد راهو القضايا الحق قضايا الحق القضايا العادلة حين يأخذها الأوباش ويحاولون التجارة بها ويعني تصريفها في السوق السوداء أو في العملة كذا راهي الدول الدول الحق ديما سبحان الذي ونحن المسلمين نؤمن أن الحق الحق يدور والحق دائما يزهق الباطل فإن الباطل كان زهوق وعليك علينا على الآخر حبيت نقول له يعني بي انا نعتبرها رساله سياسيه. هو يقول نحب نجدد في الاسلام ولكن هو غير مجدد في الخطاب نتاعو بما انه ديما يستعمل الاسلوب الديني باش يوصل للناس من خلال العاطفه انك توصل للجمهور نتاعك عنده جمهور معين يعرف انه المدخل نتاع الجمهور هذاك وين اللي هو العاطفه واللي هو الدين. دونك وين السياسه هوني احنا قلنا السياسه حاجه والدين حاجه هذه حاجه. بالنسبة لي يصوم ما يصومش هذيك بينه وبين ربي ولكن إن شاء الله معناها ربي دائما يقبل الدعاء من غير على من قلوب الطيبة والصافية والراقية والغير منافقة. دونك ينجموا مياه يصوموا ويدعيوا ربي يتقبل من عشرة بالضبط. واضح شكرا لي كيمين. أي نقعد مع رئيس آخر مرة هذه نحكيه على رئيس جمهورية ما أسبق نحكيه على محمد منصف المرزوقي. بلاش بيه اخلاقك فاسده اليوم واخبارك فاسده سيدي محمد ما تجيب لنا كان الكارثه اخويا يا اخي خف علينا يا اخي ارحمنا ليه تجيب له الغنوشي والمرزوقي فرد نهار والخبر الثالث والخبر الثالث نبيل القروي في زياره مفاجئه تاع بعد نحكيو تجيت على محمد منصف المرزوقي. أي سيدي الدكتور محمد منصف المرزوقي هبط توضيح على الصفحة الرسمية متاعه على الفيسبوك وتوجه بخطاب للرأي العام وقال ما باش نقفل الموضوع باش ما نقعدش كل مرة يحكيه على لساني ولا يتزايدوا علي. شوف بيان كثرت هذه الأيام الإشاعات حول منعي من دخول المغرب من قبل السلطات المغربية للتوضيح النهائي بخصوص هذه المسألة. ما معناها سي ما عادش عنده رحابة صدر سي وسع الباله فيه مش نعطيكم بالآخر. قال اتصلت منذ أشهر بالسلطات المغربية علمتهم بزيارتي بما أني عندي عائلة غاديكة فجاوبوني قالوا لي مرحبا بيك فقط ما يلزمكش يعني تعمل لقاءات ولا زيارات سياسية طلع على عائلتك مرحبا بيك. قال هذا كنت سألتزم به تلقائيا ما كانش في بالي ولا في خاطر مش نعمل لقاءات سياسية ورغم ذلك ما تمش منعي من زيارتي إلا أنا قررت نأجل الزيارة إلى المغرب وقف انتهى موضوع غير قابل للنقاش. ما عادش يفسر لنا بعده سيد منصف المرزوقي كان نقوله أي جملة. ما هو فما الدكاترة وفما التراتير أو الدكتور والترتور. التراتير يفكرون هكذا له. كيف يفكرون الترتور؟ يعني هو يعني اللي التف يتلهوث على حكاية المغرب عملها يعني كذا بعد ما يعني فضيحته أصبحت بقلاقل. شنو هي فضيحته هي؟ المغرب يعني قالوا له ما تكلمش كي تجي ما تكلمش سكر فمك لأنك أنت كي تحل فمك ما تعرفش ما تقول. أنت رجل يعني مناهم يعني تز وتنفذ وكذا كذا ونحن لا ما نش عندنا استعداد باش نتحملوا يعني ما نتبعات هزينك ونفضانك يا ترتو يا ترتو يا ترتو يا سي منصف المرزوم فماش محمد. محمد زاد ما قلنا زياد بيه.
اذا يعني ما هو الان هو بهذا البيان يعني ولا يبين شيء، يبين مجددا مسكين. نحن نقولوا مسكين ما ساعات هيك المضروبين يمشي ويجي، ساعات يرجع له شاهد الاقل، ساعات يضرب. هو يبدو توا رجع له شاهد الاقل، يقول لك خلينا نخفت يعني عمل العداوات في الدنيا الكل قعدت، الوحيده اللي مازال ما عملش مع عداوه طبعا مع قريبا ها راهينك لا قطر قطر قسما عظم قريبا قريبا ما يعمل مشكله مع قطر قسما نتخاطروا والله وتخاطر معك باللي تحب وراهنك به. شوف الجمله الاخيره هي اللي باش نبدا بها كلامي معك ماجد البرهومي. كل املي ان تنتهي الجفوة بين انظمتنا وان نعود جميعا لبناء الاتحاد المغاربي ان شاء الله كخطوه اولى لبناء اتحاد الشعوب العربيه الحره القادره وحده على حمايه الاجيال القادمه من التبعيه والاستبداد والتخلف الحضاري، ومنع تجدد المآسي كالتي يعيشها اليوم اهلنا في غزه والخرطوم وفي اكثر من مكان في وطن العربي المنكوب والمناضل رغم كل الكوارث التي تتهاتل عليه، ولا بد لليل ان ينجلي. كمل هو هذا تبع ياسر ماجد عاد فلتخموه يحلم برشا المنصف المرزوقي، معناها مازال يحكي على اتحاد المغرب العربي توا بعد الازمه، معناها شعمل له بين الجزائر والمغرب، معناها حدود مغلقه. غادي يشب في الجزائر ويحكي على الاتحاد الاحمق قضايا تافهه. لا حسنين احمق تافه يشب في الجزائر هذا الاحمق ويحكي على الاتحاد المغاربي. نحن هوني زاد مش مسموح باش نسبوه، نحكي على ترتور نعرف حتى هوني مش مسموح باش نسبوه. يا ماجد ما تنضمش يا ماجد عايش خويا يهدي خلي لي جبهة واحدة، خلي لي ضفة غربية رايدة. اتحاد المغرب العربي بطبيعته ولد ميتا منذ البداية بإقصاء قضية الصحراء وهي القضية الرئيسية والأساسية وهي محور المنطقة الكل، فهمتني؟ فضيعنا برشا وقت فيه، هو اجتماع في مراكش بعد اجتماع في تونس أو اجتماع في الجزائر وغيره، وهو معناها ولد مقبورا منذ البداية. فأعتقد مازال يحكي توا على اتحاد المغرب العربي مازال عايش في قمة طنجة متاع سنة 59 وقت الزعماء، فهمتني؟ ربما مش عايش معناه من الاساس توا. بالعكس انا حكيت سابقا انه يلزمنا نفكروا في اتحادات اخرى. لما لا اتحاد مع ليبيا ومصر مثلا والسودان مع اوزن خطابك ليبيا والنيجر وغيره وكذا. اوزن خطابك اي فهمتني، ما تعرفش على الايام ماذا تخفي، قد يعود رئيس للجمهوريه ماجد البرهوم. كان اختاروا الشعب على الدنيا السلام، معناها شو نقول لك وقت فهمتني؟ اختاروا قبل ما نجم. المهم تصريحه اللي حكى فيه تقريبا عاود نفس الخبر اللي حكيناه احنا المرة اللي فاتت، وقالوا له تدخل ما تحكيش بالضبط، معناها باش غير السبسي لابس كو لابس كوش كوش بالكوش، والشعب التونسي اختار الباجي قاد السبسي ولم يختار الطرطور رغم اللي الاخوان جيه معاه والدنيا الكل معاه والعبو بلاش عبو معاه الناس كله معاه، ورغم ذلك سقطت سقطة بالحرام لا ينسى هذا التاريخ سيئو حاجة. احنا شقلنا في الحصة اللي فات قلنا راهو حطوا شروط لدخول المنصف المرزوقي، لا يتكلم لا يلتقي لك كذا، عاود اكد الكلام نتاعهم. معناها شنو اللي انا تصورته باش يحكي حاجة مختلفة نهائيا على الخبر الاصلي وكذا، عاود نفس الخبر. ولذا انا نحب نسأله ملك المغرب اللي زارك في سنة 2012 وخليته في البلاد معناها فترة طويلة وكذا واحد وحكاه وعمل تصريحات وكذا وغيره، ها واليوم معناها منعك من التصريح. واضح، شكرا لك ماجد. بسرعة ما عادش عندي وقت، الشيخ العربي الباجي باش يجي بعدين من بعد. الموضوع هو المسح على الجوارب، الفقه والدين شنو يقول في الموضوع هذايا، لكن بسرعة باش نسمع تصريحات للمدرب السابق للنادي الافريقي عبد الحق بن شيخة وناخذ رايك ماجد بسرعة في حديثه على الجمهور النادي الافريقي واحد، وحديثه على أسامة السلامي اثنين. نسمعوه مع بعضنا في ساعة بسرعة رجعين. حب نمثل بلادي وين نمشي نخدم. قال يا جماعة أنا في تونس مثلا، في تونس نخدم في تونس شاك ديمونش كل بون ديو في نلعبو بالحد شاك ديمونش ستاد كاع يغني 1 2 3 فيفا لاجيري، وكل بافريكا ماشي 1000 سي 50000. هذا ماشي عملتها خدمة لبلادي، هذه أنا خدمت بلادي ولو في ليتير. أنا ما نعرفش ندير حاجة واحدة أخرى، انا من التيران للتيران عمري خدمت في بيرو ما جوني في كل تيران فوتبول. الاخر سي اسامه السلامي ان فو دو فوتبول، عنده بي غوش ماجيك، الي باسي ا كوتي دون تري غروس كارير، هذا الشيطان هذا. على كل حال نسلم عليهم بزاف ونحبهم في الله بزاف. كوتش نحبك برشا، ان شاء الله بالتوفيق، مبروك عليك التيتر الاخراني، وان شاء الله من حسن الى احسن، وان شاء الله نهار ترجع للنادي الافريقي
وبوركوا با نكون انا موجود زاد غد. حوار مؤثر جدا لعبد الحق بن شيخه لقناه الشروق، حوار ممتاز، حكى فيه على حبه للنادي الافريقي، حكى على علاقته بترجي جرجيس، حكى بعلاقته باولاده، قال انا اليوم ما عندي حتى دينار في الكونت فلوسي، الكل استثمرتهم في ولادي باش يقراوا ونعطي لاولادي ونعطي حياتي للتيران للجزائر وصغاري. ماجد، احتراماتنا وتحياتنا للمدرب عبد الحق بن شيخه، وفعلا كانت عنده شعبية في تونس من جماهير فريقه والنادي الافريقي بطبيعة الحال، وهذا يدل على شيء يدل انه الشعب التونسي وجماهيرنا الرياضية جماهير مضيافة وترحب بالمدرب معناها الجزائري لا غير ذلك، مثلا خلافا الفوز البنزرتي اللي خرج مذموما مدحورا وغيره برشا مدربين تونسا والكوكي وغيره معناها يمشي يدربوا غادي، فلقاو كان السب وشتم الى غير ذلك. فنحب نرجع عبد الحق بن شيخة مدرب كبير، نجح مع النادي الافريقي، نجح مع فرق مغربية فرق جزائرية، ومن المتوقع معناه باش يكون عنده حتى معناه مسيرة أفضل في قادم السنوات. شكرا لك ماجد. غدوة الخمسة على عشية مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي اللي هيساب دوري المجموعات تشامبيونز ليج. ثريا تكهناتك لنتيجة مباراة غدوة الترجي النجم. الترجي والنجم النجم تربح 2-0 في رادس المباراة 2-0 للنجم. إيمان الاسبيرانس 1-1 1-1 للترجي. ماجد البرهومي 1-1 يتسي حد من الدبلوماسية المبالغ فيها. يمشي برك عطينا 1-1 نتوقع 1-1 به. وملك التوقعات سيد نجم تبركي الأول أيوة 1 ترد عليها الترجي بزوز في جرة بعضهم، واحد في المتوان الأول واحد في المتوان الثاني، معناها الصورة واضحة واضحة جدا تلمع بس يحسن عبد اللطيف برافو عليك. يعدونا يعني ماتش سخون وحلو بدون عنف بدون مشاكل بدون نزيحات، ونسلم ونهدي الماتش ذي الخوي علي التواتي. ايوه لوتشانو ويا خويا علي خالد التواتي يعني في مهامه في مهامه يعني في ساميه تحرير الساميه ان شاء الله يعود لنا سلامات. شكرا لكم. تودسويت اخبار الكياس، شكرا للفريق، تحياتي لكم. الشيخ العربي البيجي لحظات يكون موجود بحذانا، حديث مهم، طقس برد، الوضوء وما الى ذلك، المسح على الجوارب، نسمع الفقه والدين شنو يقول فهم. تودسويت احوال الكياس مع ايه ورجعين.